لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم احبابنا اللي يحبونا ونحبوهم داخل البلاد وخارج البلاد، معكم اخوكم مراد في الاعاده ان شاء الله. لما كاين افاده لزامين مشتركين الاوفياء بدون اطاله لنا عوده جديده، كيدخلوا المدرسه ديما جديد كلش بالدليل بالصوت والصوره. تبعوا خاوتي الفيديو هذا باش تديو المعلومه. كاين واحد الانسان عيط لي في الخاص وقال لي خويا مراد انا مبتدي حبيت نعت لي البارفا باش نعود نعرفو البارفا الاصيل. شوف يا اخي انا درت فيديو درتو عام الاول وريت الانواع تاع البارفا ووريت الانواع تاع ليليغون، وبربي ان شاء الله ندير لك هذا الفيديو ليك خفيف ظريف. كما قلت شوف يا اخي هذا هو البارفا الحر، وهذا اللي قاعد تشوف فيه تاع 2023 راهو صغير عنده واحد الشهر وخمس ايام هكذا. ودرك نزيد نوري لك واحد اخرين. هذا هو البارفا شت لاطاي تاعو، هذا لاطاي تاعو 10-11 ما تفوتش هكذا 10 حتى 11 سنتيمتر باش تعود تعرف. ودرك نوري لك الاخرين هاهم، هادو بارفا كيما هذاك شي هادو يجيو شويه زايدين عليه، هادو يجيو واحد الدوز هكذاك. يعني تشوف يا اخي ودخل الفيديو اللي درته 2022 وطلقت وريت ونعس الناس والحمد لله واستفادوا منه، واللي كان ما يعرفش البارفا عاد يعرف والانواع تاعو. على خاطر ماش كاينين بعض من الناس قال لك حنا ندخلوا القنوات وعمرنا شفنا واحد ورانا الانواع تاع البارفا، والحمد لله دخلوا عندي. وهذه هي المدرسه، مدرسه بمعنى الكلمه. كي تدخل يا اخي راك تستفاد، وحنا رانا نعلموا في الاجيال، وبربي ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله نخليو بصمه جزائريه. وان شاء الله كما وعدناكم ورينا لكم المقنين كان ما يصلحش في الكاشا، الحمد لله توفيق من الله وعدت الناس بكل صلحوا ورينا لكم انواع سوران بانسون نينو الفردورو، ورينا لكم لي كرواسمون والحمد لله الرساله تاعنا وصلت والناس ضلت تدعي لنا. وانا كما قلت لكم نتوما عليكم بالدعاء وحنا علينا بالجديد. كما قاعد تشوف يا اخي ها هو البارفا لا تعود تعرفوا، هذا هو البارفا. ادخل برك وكاين الفيديو، اكتب انواع تاع البارفا يخرج لك وتعود تفهم كلش. والناس اللي ما شافتش الفيديو الاول ها هو الفيديو هذا، هذا باختصار خفيف ظريف. واللي زامي اللي يحبوا اخوكم مراد ديما جديد، وكي تدخل المدرسه راك ما تتهش يا اخي، راك تدي المعلومه صحيحه. الشيء اللي تعلمنا في الطبيعه نوريه لكم كلش بالدليل بالصوت والصوره. ومازال جديد بارطاجيو لي الفيديو هذا في لي باج المضاف، كثروا لنا بالدعاء كثروا لنا بالدعاء كثروا لنا بالدعاء. قولوا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، وانت ما تقولش راني نقول في بلاصتك هكذا. الله يبارك ما شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.